مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نطالع في كالمعتاد أهم وآخر الأنباء والمقالات الواردة في مواقع الأخبار والصحف العربية المهتمة بالشأن اليمني. نبدأ. ما تزال زيارات وفد ميليشيا الحوثي إلى العراق تثير الكثير من الأسئلة عن نوعية التنسيق التي سعت إليه، وحول هذا الموضوع حاول موقع بوست الإجابة عبر تقرير خاص تصدر صفحته الرئيسية وجاء تحت عنوان: ما هي أبعاد زيارة وفد الحوثيين الخارجية وعودته المفاجئة إلى مسقط؟ قالت مصادر صحفية إن وفد جماعة الحوثي الإنقلابية قطع زيارته هذا الوفد إلى العراق بشكل مفاجئ عائدا إلى العاصمة العمانية مسقط. وذكرت المصادر أن الوفد عاد بطلب عماني مع ورود أنباء عن وصول المبعوث الأممي إسماعيل ود الشيخ أحمد إلى العاصمة مسقط للقاء الوفد التفاوضي للمتمردين. وأضافت ذات المصادر: ضغوط دولية وقفت خلف عودة الوفد الحوثي، والتي تعتبر أن ما تقوم به الجماعة بدءا بتشكيل ما سمي بالمجلس السياسي إلى الرحلات المكوكية للبحث عن اعتراف به تعتبره إجراءات أحادية من شأنها تعطيل محادثات السلام. وينقل موقع بوست عن أحد الصحفيين حول الزيارات المشبوهة قوله: هناك توجس كبير بطبيعة ما تقوم به ميليشيات الحوثي في البلاد، وهو وراء عدم استمرار زيارتهم لاعتبارات عدة، أهمها عدم استعداد العواصم الأخرى لاستقبال وفد أكثر ما يحققه هو الظهور الإعلامي ومحاولة إحداث حالة مرافقة كما حدث في زيارة بغداد. تحذيرات عديدة تتجه إلى فصائل المقاومة في تعز خشية وقوعها في صراعات لا تنتهي. وفي هذا الشأن عنون موقع المشاهد نت: تعز صراع لفرض سيادة الدولة. تنقل الصحيفة عن أحد الناشطين في المدينة: أضحت المشاكل الداخلية والإخفاقات التي تفتعل ويرتكبها الكثير من المحسوبين على المقاومة مقلقة، وهي طريق يقودنا جميعا إلى المجهول، غير أن الذين حملوا البندقية دون وعي من الطبيعي أن نجدهم بالصفوف الأولى في جبهة الخذلان. يضيف: أي سلوكيات تأتي من خارج إطار هذا الهدف الذي اجتمعت عليه تعز يعد امتدادا لتلك الميليشيات التي انقلبت على الدولة. من جانبه قال المراسل التلفزيوني هشام الجرالي: إن ما يجري هو إفشال المرحلة الثانية من العمل العسكري لإنهاء الميليشيات. الدولة وثقافة الميليشيا. تحت هذا العنوان كتب خيري منصور مقالا نشره في صحيفة الخليج، وقال الكاتب: مهما بلغت الميليشيا من شحن أيديولوجي وتنظيم يتغذى على موروث الحركات السرية، فإنها لا تبلغ حتى تخوم الدولة، لأن أدبياتها حركية ومشروعها يستولي فيه التكتيك على الاستراتيجية، وهدفها الذي يستغرقها هو مجرد البقاء، وهذا ما يسمى في علم النفس سيكولوجيا المتسول، الذي يعيش من وجبة إلى أخرى وليس فقط من يوم ليوم. أما نسيج الميليشيا فهو يتأسس على الولاء فقط، وتأتي الكفاءة في آخر القائمة، وأخطر ما تمارسه هو ملشنة الدولة، أي استدراجها لتكون ميليشيا أخرى وتكف عن كونها لكل الناس. وما يجري منذ عدة أعوام في العالم العربي هو بث ثقافة الملشنة وأدبياتها لتحل مكان ثقافة الدولة، والهدف الاستراتيجي من بث هذه الثقافة بأطروحاتها المضادة لمفهوم الدولة بالمعنى التاريخي والقانوني هو التمهيد للتقسيم وتحويل الأوطان إلى كسور عشرية، بحيث تصبح مناطق متنازعا عليها وتتعطل البوصلة الوطنية، لأن الأولويات تتبدل وما كان أساسيا يصبح فرعيا، ويتجسد ذلك في تفريغ الهويات الصغرى سواء كانت طائفية أو جهوية. وحين يطلب من دولة ما أن تصبح طرفا في التفاوض مع ميليشيات فإن ذلك أول السقوط، والذي تتبعه متوالية التفكيك والتشطير. إن تحصين ثقافة الدولة ضد أدبيات الملشنة هو في العمق مهمة ثقافية وفكرية وليست إعلامية فقط، فالإعلام في هذه الحالات مجرد واجهة أو إيضاح لما سبقه من جهود فكرية. ورغم كل ما تزعمه القوى الحالمة باستعادة الحقبة الكولونيالية من تبشير بالديمقراطية وحراسة حقوق الإنسان، فإن الدافع الحقيقي لها هو تجريف الوعي التاريخي المتعلق بمفهوم الدولة،
ولعل ما تبقى على قيد التأريخ من دول يعتبر مما حدث للثيران البيض. إلى موقع تغيير نت جاء فيه العديد من العناوين، بينها وفد الحوثيين وصالح يواصل رفضه اللقاء المبعوث الأممي في مسقط. عنوان آخر: الحوثيون يهاجمون مواقع الجيش والمقاومة في تعز وسقوط قتلى وجرحى. من العناوين أيضا: أحمد الشلفي يكشف عن عودة مرتقبة للرئيس هادي والحكومة إلى اليمن. من عناوين الموقع أيضا جاء عن مصادر تؤكد سعي الإنقلابيين لإحالة 74 ألف موظف إلى التقاعد. في واحدة من أوجه علامات التدهور الاقتصادي، عنوان موقع عدن تايم: العملة التالفة أزمة اقتصادية جديدة تقض مضاجع اليمنيين. أفاد الموقع: تتلاحق الأزمات المختلفة التي خلفتها الحرب المشتعلة في البلاد لتثقل كاهل المواطن وتضاعف معاناته، ما أدى إلى تعاظم نذر الانهيار الاقتصادي غير المسبوق واتساع رقعة الفقر لتصل إلى أكثر من 85% من سكان اليمن. وعن المبالغ التالفة التي أنزلها البنك المركزي إلى الأسواق قال الموقع: إنها أحدثت حالة من الإرباك في تعاملات اليمنيين النقدية وتسببت في عناء إضافي للمواطنين. يقول خبراء ومراقبون اقتصاديون: الأزمة الاقتصادية وأزمة السيولة النقدية دفعت البنك المركزي إلى إعادة تداول المبالغ التي كانت معدة للإتلاف، سواء عبر صرفها كمرتبات لموظفي الدولة أو غيرها من النفقات الأخرى. مرتبات أخرى: مرتبات الطلبة اليمنيين في الخارج. تحت هذا العنوان كتب خالد الرويشان وزير الثقافة الأسبق مقترحات، قال أن من شأنها أن تخفف من معاناة الطلاب المبتعثين إلى الخارج. وقال الرويشان في مقاله المنشور في موقع المشهد اليمني: الإنقلابيون الفاشلون العاجزون عن دفع مرتبات الداخل هم أكثر عجزا عن دفع مرتبات الطلبة اليمنيين في الخارج. الداخل يختنق ويموت ببطء في كل لحظة، لكن قطع مرتبات الطلبة المغتربين في الخارج موت فوري وسريع، بل إن ذلك نمط من القتل العمد. هذه قضية شديدة الأهمية والحساسية، ولا تحتمل مزيدا من كذب الإنقلابيين وتسويفهم. وبعد تأمل وتمعن وانتظار، وجدت أنه لا أمل من قدرة الإنقلابيين العاجزين الفاشلين المشغولين بأنفسهم وأنانيتهم على حل مشكلة مرتبات الطلبة اليمنيين في الخارج. هي مسؤوليتهم بالتأكيد وستظل، لكنهم وكما هو واضح لا يأسفون على شيء، لا على الداخل ولا على الخارج. لا تتوقعوا حلا من الإنقلابيين، خبرناهم وعرفناهم. فإنما يتضور أبناؤنا الطلبة المغتربين جوعا وتمتهن كرامتهم كل يوم، لذلك وبصراحة أقدم هذا المقترح العاجل. هادي وبحكم مسؤوليته يستطيع أن يقنع دولتين أو ثلاثا أن تحيل مشكلة مرتبات الطلبة اليمنيين في الخارج على ملحقيتها الثقافية وبالتنسيق بينها وبين ملحقية اليمن الثقافية في كل بلد. وهذه الدول هي الإمارات والكويت وقطر وعمان، والحل يظل مؤقتا حتى تستعاد الدولة. الطلبة في الخارج هم أهم شريحة وعيا وتأثيرا وأملا ومستقبلا، والسكوت على خنق وتجويع وقتل هذه الشريحة مشاركة في الجريمة بالصمت. ثم إن الطلبة هم صوت اليمن الإعلامي الضخم وشرعية الدولة في الخارج. لقد أذل الإنقلابيون الطلبة في الخارج طوال السنتين الماضيتين، وآن لهذا الإذلال أن يتوقف. وفي النهاية يجب أن يتذكر هادي ونائبه ورئيس الوزراء والوزراء أنهم لاجئون في الخارج أيضا، شأنهم شأن الطلبة المغتربين اللاجئين الجائعين. فتقاسموا مع أبنائكم المغتربين اللقمة والأمل والحياة، يرحمكم الله. موقع مصدر أونلاين عنوان وقال: جماعة الحوثيين تحقق مع نقابية وقفت مع حقوق الموظفين والطلاب في الخارج. حيث استدعت جماعة الحوثيين رئيس نقابة موظفي وزارة التعليم العالي أروى الغرافي للتحقيق بحجة تواصلها مع قوى العدوان، في إشارة لسلطة الحكومة الشرعية وقوات التحالف العربي. قالت مذكرة لنائب وزير التعليم العالي عبد الله الشامي حصل عليها مصدر أونلاين: الغرافي أقدمت على التشهير بقيادة الوزارة والتحريض عليها، بالإضافة للتواصل مع
قوات العدوان أو قنوات العدوان. أضافت المذكرة التي رفعها الشامي لمدير الشؤون القانونية بأن الغرف تحاول تعبئة الجبهة الداخلية خدمة لقوى العدوان، بينما قالت مذكرة لرئيس الشؤون القانونية بالوزارة إنها ستحال إلى الفصل إذا لم تجب على الاستدعاء. يتابع الموقع: الغرافي تقود الاحتجاجات التي ينظمها موظفو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمطالبة بصرف رواتبهم والوقوف ضد التعسفات الأخيرة التي يمارسها الحوثيون ضد الموظفين والطلاب المفادين للدراسة في دول المهجر. موقع يمن مونيتور نقل تلك الانتهاكات التي تمارسها ميليشيا الحوثي والمخلوع بحق الإعلام والإعلاميين في اليمن. قال: الحوثيون يقتحمون قناة السعيدة في صنعاء ويطردون طاقمها. في التفاصيل: مسلحون حوثيون اقتحموا قناة السعيدة الخاصة في العاصمة صنعاء، قاموا بطرد الموظفين منها وإغلاق أبوابها، وذلك للمرة الثانية منذ اجتياحهم للعاصمة قبل عامين. وقال أحد العاملين في القناة يمن مونيتور: دوريات عسكرية تابعة للحوثيين داهمت مقر القناة الواقع في حي صوفان شمالي العاصمة وطردت الموظفين وأغلقت الأبواب. ذكر المصدر مشترطا عدم الكشف عن اسمه. الحوثيون قاموا باعتقال مدير عام القناة مختار القادسي. قبل الانتقال إلى الصحافة العربية نذهب إلى فاصل قصير كالمعتاد، تكرموا بالبقاء معنا. مرحبا مجددا. إلى الصحافة العربية، تحديدا صحيفة العربي الجديد، نبدأ بها المطالعة اليومية لأبرز ما تقوله الصحف، حيث عنونت الصحيفة وقالت: استئناف العمل بمصفاة عدن النفطية. تقول التفاصيل: تم استئناف العمل في المصفاة النفطية في مدينة عدن بعد توقفها لأكثر من عام جراء النزاع بين الحكومة والمتمردين، بحسب ما أفاد متحدث باسم الشركة المشغلة. قال ناصر الشائف: شركة مصفاة عدن الحكومية عاودت تكرير النفط الخام بعد مرور أكثر من عام على التوقف، والاستئناف أتى بعد تزويد المصفاة ب 66 ألف طن من أصل نحو 1,000,000 طن مخزنة في محافظة حضرموت. تفيد صحيفة العرب الجديد: تضررت المصفاة جراء المعارك بين قوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية والمتمردين الحوثيين وحلفائهم، وأدى توقف العمل إلى نقص حاد بالمشتقات النفطية في عدن وانقطاع في التيار الكهربائي بعد نفاذ المخزون من المحطة الكهربائية. قال وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة الإنسانية عبد الرقيب فتح لصحيفة الشرق الأوسط: إن اللجنة ستنفذ عدة أنشطة إنسانية إغاثية في محافظة أبين جنوب البلاد خلال الفترة المتبقية من العام الحالي لـ 2016. أوضح أيضا أن هذه الأنشطة تتضمن تأهيل مرافق كليات تعليمية وصيانة وترميم مدارس، إلى جانب توفير الحقيبة المدرسية للطلاب وترميم وصيانة معاهد التعليم المهني وإعادة تأهيل قسم الطوارئ في مستشفى الرازي في مدينة جعار شرق مركز المحافظة محافظة زنجبار. أضاف: سيتم توفير علاجات مرضى السل ومرضى الفشل الكلوي، وكذا توزيع مستلزمات إيواء لـ500 أسرة وترميم عدد من المنازل وحفر آبار ارتوازية، علاوة على مساهمة الحملة الإغاثية بتوفير مضخات ومولدات كهربائية لتلك الآبار المستهدفة. أكد الوزير فاتح أيضا أن هذه الأعمال الإغاثية لن تقتصر على محافظة أبيان، إذ ستشمل عددا من المحافظات اليمنية. بين إقامة جسور التواصل وبناء جدران العزل، تحت هذا العنوان كتب سعيد الشهابي مقالا نشره في صحيفة القدس. قال الشهابي: تعبر الرغبة في الوحدة عن وعي حقيقي، وتعتبر مؤشرا لهيمنة العقل والمنطق، بينما تمثل المفاصلة والافتراق استسلاما لواقع مر وتعبيرا عن الهبوط والجهل. والشعوب المتوحدة هي القادرة على فرض التغيير، بينما تسعى قوى الاحتلال والاستبداد لتمزيق الشعوب وتبديد قوتها. ومن مؤشرات الوعي رفض الظلم والديكتاتورية،
وكذلك التضامن من أجل الحرية واحترام حقوق البشر وإقامة العدل. أما حين تسود حالة التمزق فتستبدل تلك القيم بالتعصب والجهل وغياب المنطق، وهنا يهيمن الجهال على العلماء وينظر للأصدقاء بعين العداء، ويتم التقارب مع الأعداء الحقيقيين بسبب غياب القيم والمبادئ والمعايير. عندها يضيع الحق ويسود الباطل، وينتشر الظلم ويغيب العدل، وتنتشر ظواهر الاضطراب والخوف والجوع، وهي ظواهر ربطها القرآن الكريم بتفشي ظاهرة الظلم، والاستبداد ظلم وكذلك الاحتلال، وتغييب العدل وتغليب لغة السلاح وتهديد حياة الإنسان. وحين تعيش الأمة مقهورة تنكفئ على نفسها ويتراجع دورها في التغيير، وتتحول إلى قوة سلبية غير فاعلة، وتصبح أكثر ميلا للسفسطة والاسترخاء والاستسلام للواقع الذي تعيشه والاستماع إلى نصائح الأعداء. وتعيش الشعوب العربية أوضاعها الحالية المزرية التي يشوبها الخلاف والحرب والتناحر الداخلي نتيجة انقلاب قوى الثورة المضادة على إرادة الشعوب وكسر معنوياتها واحتواء تطلعاتها. وحين تهيمن تلك القوى الشريرة تشجع الفرقة والتناحر والاحتراب الداخلي والاستسلام للهيمنة الأجنبية والاحتلال الغاشم. صحيفة الاتحاد الإماراتية عنونت في إحدى صفحاتها: الصليب الأحمر تطالب الميليشيات بإطلاق سراح المعتقلين. قالت الصحيفة إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن وخلال فعالية أقيمت في مقر اللجنة في مدينة عدن بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمخفيين، دعت الميليشيات الانقلابية إلى الكشف عن مصير المئات من المعتقلين لديها ولإطلاق سراحهم. قال رئيس البعثة الفرعية في اللجنة كريستوف تينجلي إن على الأطراف المعنية بمعالجة ملف المخفيين قسرا في اليمن أن يقوموا بواجبهم وأن يبذلوا جهودا من أجل الكشف عن مصير المئات ممن اختطفوا واعتقلوا خلال الأزمة الراهنة التي تعيشها اليمن، وبوضع معالجات سريعة لذوي المفقودين. صحيفة الخليج الإماراتية عنونت الشرعية تطالب بغداد بتوضيح موقفها من زيارة وفد الحوثيين. الحكومة اليمنية طالبت السلطات العراقية بتوضيح الموقف الرسمي وراء استقبالها وفد ميليشيات الحوثي الانقلابية، وبحقيقة التصريحات التي نقلت إعلاميا على لسان مسؤولين عراقيين بأن بلادهم تعترف وتؤيد بما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى المشكل من طرفي الانقلاب. وأكد مصدر مسؤول في مجلس الوزراء اليمني أن هذا الموقف يمثل تحديا واضحا لإرادة الشعب اليمني والإجماع العربي والدولي المؤيد للشرعية ولإنهاء الانقلاب. وتساءل المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الحكومية عن سبب غموض الموقف العراقي الرسمي تجاه استقبال وفد الحوثيين والسكوت عن الترويج الإعلامي لهذا الوفد عقب لقاءاته بمسؤولين عراقيين في بغداد. قال إن الحكومة اليمنية الشرعية تأمل توضيحا رسميا من الرئاسة أو الحكومة في العراق، وستعتبر استمرار تجاهل هذا الأمر عراقيا موقفا يستوجب أخذه في الحسبان. صحيفة القدس العربي تابعت واحدة من الحركات الشعبية ضد الانقلابات التي تجري في بعض البلدان، وعنونت الصحيفة عشرات آلاف البرازيليين يتظاهرون ضد الرئيس الانقلابي ميشيل تامر. قالت القدس تظاهر عشرات آلاف البرازيليين المؤيدين للرئيسة المعزولة ديلما روسيف في شوارع ساو باولو ضد خلفها الانقلابي ميشيل تامر الذي قلل من جهته من شأن هذا الاحتجاج. قال زعيم الانقلاب المتظاهرون مجموعات صغيرة وقليلة، ليس لدي أرقام دقيقة، ولكن هناك 40 أو 100 شخص ليسوا أكثر وهم لا يذكرون. بينما رد عليه أحد قيادي حركة بدون سقف التي شاركت مع منظمات يسارية أخرى في الدعوة إلى التظاهرة، قال رئيس البرازيل الإنقلابي قال إننا 40 شخص، ها هم 40 يغطون الشوارع في المدن البرازيلية. ووفقا للصحيفة فقد أحرق المتظاهرون تابوتا خشبيا وضعوا بداخله دمية ترمز للانقلاب. الابتلاء بحروب عقيمة، تحت هذا العنوان كتب العراقي كاهيلان محمد مقالا ونشره في صحيفة القدس العربي. وقال الكاتب رغم أنه لا يوجد ما يبرر الحرب وتتهاوى مشروعية الحرب أمام ما ينجم عنها من دمار وخراب،
على المستويين المادي والروحي، غير أن ما لا يمكن القفز عليه وتجاهله في هذا الإطار أن الإنسان استفاد من تجارب الحرب ونضج وعيه بأضرارها الجسيمة، ولولا مرور المجتمعات والدول بتجارب الحروب المريرة ما توصلت إلى معاهدات السلام والمصالحات التي مهدت الطريق للازدهار والتطور في المستويات كافة. ليس ذلك فحسب، بل هناك فلسفات وأفكار وصيغ تنظم حدود سلطات الحاكم وعلاقاته بالرعية ودوائر سياسية واجتماعية أخرى، فهي تولدت من رحم الحروب. هنا تمر بالذهن الحروب الدينية في أوروبا التي انتهت باتفاقية وستفاليا التي يعتبرها هنري كيسنجر منعطفا في تاريخ الأمم، إذ رسخت هذه الاتفاقية حسب تصور كيسنجر مفهوم سيادة الدولة، كما أكدت على حق كل طرف موقع في اختيار بنيته الداخلية الخاصة وتوجهه الديني، ناهيك عما قدمه بعض الفلاسفة استنادا إلى بنود هذه الاتفاقية من نظريات سياسية حول دور السلطة التي يتمثل برأي توماس هوبس في إنهاء حالة حرب الجميع ضد الجميع من خلال تنازل الناس عن بعض حقوقهم مقابل توفير الأمن. عطفا على ذلك، فإن نشوء الفكر العلماني والحد من سلطة الكنيسة والعمل على بلورة مفهوم التسامح، كل ذلك من ثمرة اجتهادات المفكرين الذين تأملوا في مآلات الحرب وأعادوا ترتيب المفاهيم لمنع تكرار الكوارث الناجمة عن سوء استخدام السلطة والاضطهاد باسم المقدس. مجموعة مميزة من رسوم الكاريكاتير نختم بها حلقة كشك الصحافة، وحتى ألقاكم إلى اللقاء.